الجيل الجديد والأويرنس الأويرنس الأويرنس ليضلوا عارفانين انه المذهبية والطائفية والمحاصصة هيدي كلها وصلت البلد للدمار وما في غيركم انتم بتقدروا تبنوها. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. فادي الخطيب حبيبي معي تايجر ويلكم تو سردي. ويلكم تو سردي تايجر. فادي انت هلا بدبي بس من كم يوم كنت بلبنان عم تلعب جيم. اول شيء مبروك فور ذا فيكتوري. ويعني عم تقضي انت رديك بين لبنان وبين دبي. شو عم يصير ليك بيست بدبي؟ خلص ديسيجن تيكن. يعني من وقت ما فتحت شامس هون قررت انه تو موف. بخصوص الجيم الفريق شونفيل واز باسينج بهيك شوي جو صعبة. ايه انطلب مني انزل العب جيم لانه اتس فيري امبورتنت جيم. مع انه صار سنة ونص يعني من وقت قبل الثورة لتاريخ اليوم نو كومبيتيشن نو جيمز. ما في وقفة البطولة. اي ريتايرد. يو ريتايرد خلاص. انا خلاص. فقلت انه يعني هلا جيم بعمل كل يوم واي جيند ويت جيند ماسلز على ال خلاص بتعرف انه صرت شيفتينج تو ذا جيم بارت. اي مش اجيليتي بقى وفلكسبيليتي. صرت فايت بالبودي بيلدينج. يعني انا كنت لعب 105 كيلو هلا صرت 115. نعم. اي فصار في 10 كيلو ونو نو جيمز ات اول ونو براكتسينج. يعني ما عم بتمرن باسكت. الفيلينج تبع الطابه ما في. بس ربحت. ربحت وعملت 33 بوينت. فا I had to go. ما فيني ما يعني this is مثل واحد بحس عنده واجب. أوكي. نزلنا ولعبنا الجيم وربحنا و I was the man of the match والحمد لله. يعني بpart I satisfied myself. No, you still got it. مش بس هيك إنه اشتقت للعبة. يعني 25 years إنه ما حتروح. مثل إذا أنت مربى أي شيء for one year وبيبعد عنك هيدا الشيء بتشتقله. كيف أكيد. إذا 25 سنة عم تاكل وتشرب باسكتبول. So انبسطت وانبسطت إنه ساعدت الفريق وربحنا. This is the most important part. Other than this أي شغلي بعده تحت. أنت عندك champs وعندك tigers diner. Tigers وعندي zone 15 disinfecting cleaning وعندي solidaire salon barber shop. So بعدهم ماشيين بس إنه مثل بمحل يعني عم بتصارع الموت. شو هذا؟ يعني مثل واحد عايش على الأكسجين ناطرين أمتى بده يشيلوا الأكسجين منه ليموت. على الماشينز عايش. نحن بالآي سي يو هلا. إيه exactly. So هيدا وضعنا نحن. هيدا وضع الشغل بلبنان. هيدا وضع اللي عنده شركات. هيدا بكل وضع القطاعات. بكل القطاعات. واللي بيقول لك غير هيك بكون كذاب. ما في حدا مرتاح. اي ضربه بتجي هلا مينتيننس بتشقف الشركه بحط فوقه وتحته. لانه انت عم تقبض على اللبناني وعم تدفع على الدولار وعم تدفع على البلاك ماركت. والبلاك ماركت يو كانت بريدكت السعر بين يوم ويوم. صح. عندك معاشات وعندك امرار في اجانب بتقبض معاشات. هول اللي عم تدفع لهم ما بقى ال $250 صارت تعمل هلا 3 مليون و4 مليون. ما فيك. يو كانت افورد. صح. سو في كتير مشاكل عم بتصير. هذا مشان هيك لانه انا بروداكتيف ولانه ما فيني اقعد الا ما اكون عم بعمل شيء تو بيلد تو كيب اون بيلدينج هيدا النيم اللي بلشت فيه. مش بس از ان اثليت وهي هي وقف. لا عندي مسج انا ومورا كل شيء بعمله بحياتي. Every post I do on social media, I have a message out of it. صح. عالم بتفكر إنه والله إيه فادي is posting shirtless يعني بس to post shirt. لا يا حبيبي. لا بس الرشي بيطلع لك إياه بالجيم. This is a message. إنه at the age of 42 you can stay super fit. Exactly. You can work discipline. Hard and disciplined, committed and dedicated للي عم تعمله for a certain thing. So مشان هيك ما وقفت. I went to Dubai. وأسست بدبي وفتحت الكومبلكس بدبي تشامبس واكسباندينج ديفينتلي للجي سي سي لانه انا بدي ضلني ماشي بالمسج تبعيتي وين ما كان. سو بس عندي سؤال. فادي هلا يعني انت بعتقد من القليل اللي قدروا يكونوا يعني ينتقلوا من لعيب باسكت ل سبورتس انتربرينور لرجل اعمال. ويعني تكنيكلي اذا
إذا أنت باسكتبول بلاير بتحط كل جهتك وكل طاقتك كرمال تتمرن على ديلي بيسس وتقدر تكون MVP أو تقدر تكون مان أوف ذا ماتش وإلى آخره. بعدين العمر الأثليت بيكون قصير نوعا ما, يعني هاف عندك قد 35 36 عادة, يعني إذا كانت توب توصل ل 40 يعني إذا كنت توب مثل ما أنت يعني لا مثل مايكل جوردن مثل مايكل جوردن إكزام كنا حنقول هلا ما بناخذ بعين الاعتبار الويزردز تو سيزونز بس عم نحكي عن البولز. يعني كيف قدرت تعمل هذا البريدجينج بين البلاير للرجل العميل؟ هيك انا ومن انا وصغير اول شيء بلشت the last time انا I asked my father for a penny كان عمري 15 سنه. This is where انا خلص بلشت الباسكتبول. I had an offer من الحكمه من كنت بالرياضي سوري, بعدين انتقلت على الحكمه وبلشت انا شق طريقي. سو أنا وصغير كنت كتير حب كون عندي مكتب, روح في الصبح روح على شغلي وعندي مكتبي كتير. ما بعرف شو المكتب, ما بعرف شو الشغل, ما بعرف بس أنا محل لك عندي مكتب قاعد على المكتب لبس طقم. فكنت كتير هالقد يحب إنه كون رجل أعمال. شو اللي بدي أعمله ما كنت بعرف. سو من هنيك بلشت, بلشت بكذا بزنس صغار, فشلت وتكسرت وأفلست وبطل معي هذا. بس قد ما عن جد منتلي تاف بكل شيء كنت عم بعمله, إن كان سبور ولا هيدا, كنت ضلني أرجع صارع. يعني أرجع وقف على إجري لحالي وما حدا يعرف, يعني ولا روح لمرتي إلا ولا روح لبي ولا لحالي باي ماي سيلف. سو مشان هيك انتقلت وعندي آيدلز بحياتي, شفت انه they are a success story من كانوا athletes ولا مش athletes. مين الايدلز تبعك؟ مايكل جوردن مثلا اكيد, دوين جونسون كمان. So they went from scratch into a great athletes واكلوا خرى throughout the whole thing. ضروري man into great athletes then into great businessmen. وعم نحكي عن اشخاص يعني واحد he's يعني he's running for presidency وانا 100% sure he will be president. عم بحكي عن دوين ذا روك جونسون عم بيترشح لانتخابات الامريكي اللي اصلا امريكا. On the other hand he's a great businessman, on the other hand he's a great idol. Michael Jordan the same. So بتشوف انه athletes they can be a great businessman man وبيقدروا يعملوا شيء بحياتهم, مش انه بتضلك على الكورت وهي exactly. يعني ومشان هيك انا ما قبلت لما عن جد طور حالي ويكون عندي شغلي ويكون عندي حياتي ويكون عندي استقراري بهذا الموضوع, لانه بالنهايه اذا بكسر اجري او بكسر ايدي او بصير معي اي انجري خلص باي باي وقفت. ما في شيء يعني. بس في كتير رياضيين صاروا يدربوا انت لا نت اتول. انا عندي اكاديميز سبورتس اكاديمي مش بس باسكت, في فوتبول وهلا ام اوبننج ام ام اي وبوكسينج هيوج كلوب از ويل بتشامبس. سو راح يكون في اكاديمي. انا اي بوت ذا كوريكولم, اي بوت ذا بروجرامز, اي سوبرفايز, اي انترفير فور كابل اوف مينتس بالبراكتسز وان اي هاف تايم واي مونيتور. اي دونت لايك تو كوتش. يعني انا بحط ماي نو هاو ماي نوليدج اي جيف ذا كوتشز وآي تراي تو انترفير بالتمارين لهيك اعطي تيبس اكيد. بس تو بي ا كوتش نوت ات اول. يعني ما بحياتك فكرت تدرب الحكمه او بس تيحط كل الكوريكولم وتيعرف انه هذه هي الفورميشن اللي لازم كرمال يقدر يكون اثليت مزبوط. اي ثينك از يعني اتس كوتشينج بس ان ا ديفرنت واي, بشكل اكثر تقني. يعني اف يو ار كونسلتينج ان ا واي اون اذر وعم بتحط يور نوليدج يور نو هاو بهذا الفيلد تبع الرياضه كلها, اللي هو انا كثير بحب انه عن جد دائما نكونوا هاندز اون على كل شيء عم بنعمل على الارض. كنت عم بتقول انه لما كنت صغير كان جابي لك يكون عندك مكتب. بس لما كنت صغير انت بلشت تلعب كان عمرك 15 لا بس لما بلشت تلعب ايه 9 سنين لانه قريت لا قريتها لا جاد ذكر فادي عمر 9 سنين
في كتير في كتير أولاد بيكون بيحبوا رياضة تنس أو شيء بيوقفوا الدرس تبعهم بيجا بيروحوا على سبور اتود بفرنسا أو شيء بيعملوا مدرسة مخصوصة بيقول لا مخصصة مخصصة بالسبور كيف ومش كلهم بيوصلوا للليفل تبعك أمتى أنت حسيت إنه الباسكتبول رح يكون حياتك؟ At the age of 13, I felt it. You felt it. خلص إنه يعني فيني أتخلى عن كل شيء بحياتي كرمال هيدي الطابة. I was willing to يعني مشي do anything. كل شيء. أهرب المدرسة ما لازم يعرفوها بس إنه anything بس إنه خلص بدي هذا الشيء. It's a bet يعني إنه. عم تراهن على الموضوع. Huge bet. And once I started بين وفيها التالنت موجودة وهذا the challenge يعني التحدي صار أكتر والتحدي بينه وبين حالي صار أكتر لأنه أنا I always challenge myself قبل to challenge anyone حتى بهذا العمر إنه I make sure to challenge myself إنه إذا فينا أعملها ولا ما فينا أعملها I can stay fit ولا ما I cannot stay fit طبعا عرفت I do challenge myself so كان تحدي كثير كبير أكيد وكان القرار منه هين قرار كثير صعب although بليك كله بيرجع على قدي أنت mentally tough وقدي فيك تتحمل هذه ال pressure وال to be dedicated committed لأنه نحن حياتنا once you are committed it's very tough very sleeping early waking up early كل الانواع اللي تمرين كل شيء دخان شرب سهر هذا كنا كثير بعاد عنه dedicated لانه مخلص سيزن بروح على منتخب خلص منتخب فوت بالسيزن خلص سيزن على سنين مش انه والله عم تحكي انت شهر وشهرين انا اول مره سافرت انا ومرتي بعد ما تجوزنا بعد 11 سنة ما كان عندك وقت قبل نعم كان يتجي معك لما كنا لأنه صيفية منتخب شتوية سيزن صيفية منتخب شتوية سيزن رجعنا أجينا ولد بعد سنتين ما تجوزنا نحن تجوزنا كثير صغار سو إجا جهاد على 25 صار تصعب أكتر وين بدك تترك الجهاد ونحن كثير يعني نحن اتعشت كثير للعائلة لدرجة أنه وين نسافر بلا أولادنا لتاريخ اليوم سو تحسي ما كان في فرصة لهلا لا قدرنا نسافر الأولاد معنا يرجع نسافر so it was very tough ورغم كل هذا مبسوط إنه I've done something I'm proud of أولادي لما يجوا يتفرجوا علي بحسوا إنه بيون هو their idol هذه بتكفي الدنيا كلها لإلي يعني مش بس بالهايلايتس هلا صاروا هلا يعني, يعني لما بيشوفوا بيون وكانوا يشوفوه بالملعب وكانوا يطلعوا معي على الجيمز كانت هيدي حلمي أنا إنه أقدر فرجي ولادي هو أيام وشو عم بعمل شافوها وطلعوا أحسن مني so this is the best feeling ممكن يصير لي شو ما عملت بكاريري الآب وإنجازات وهيدا compared to this feeling ماشي كانوا تف هالأيام كنت عم بتقول بس كانوا حلوين أنا بتذكر يعني أنا كنت أحضر كل الجيمز أنتوا ما كنتوا تشربوا نحن كنا نقعد بقهوة وكنا نحضركم شو 99 2000 2001 يعني The best days ever Golden days مش معقول والشعب اللبناني كان متعطش لشي يعني كنا ظاهرين من حروب وما في شي إجا الحكمة عمل الإنجازات ربحنا عربية وربحنا آسيا والمنظر اللي شفناه على الطرقات نحن مش معقول قدي أنا بالثورة لا يقارن إف يعني أخذتنا من غزير من الأوتستراد لما استلمناه للأشرفية 9 ساعات وحياة الله ما بتشوف إلا بشر كل الأوتستراد البولمن ما عم بيمشي وقف البولمن آخر مرة قدر بقى خلص ما بدنا نروح على المدرسة على الأشرفية على الحكمة وقف على نهر الموت هلكم نزلوا ما في نزلنا مشينا على حملين على يعني من واحد لواحد لواحد ما فيك تدعس بالأرض من الحكمة لجسر الفيات مسكر كله أخضر
كان كل شيء أخضر. أنت بتعتقد إنه هلا العصر الذهبي the golden age تبع الباسكت بلبنان قطع؟ gone. من أيمتى؟ ليكي أنطوان شويري كان عنده بصمة كتير كبيرة. ما وقت ترك بلش الهرم إذا بدك شوي شوي يهبط. أنطوان شويري بس كان من العالم ما بتعرف هو الفاينانسير اللي كان عم بيدعم اللعبة. لأ إله الكلب. والباسكتبول. Yeah. يعني أنطوان شويري كان يلعب نادي الحكمة وكان يدعم معه أربع فرق غيره اللي ما كانت تكفي فرقة هو يدفع له مصاري لتكفي فرقة. سو سو نزل بس من وراء الدعم يعني الدعم مش بس الدعم it's the strategy you put and you build to achieve. أنطوان شويري كنا نحن نطلع نلعب منتخب لبنان نخسر بآسيا 40-50 نقطة ونرجع. كنا نلعب بطولة لبنان الفرق تلعب بطولة آسيا تخسر وترجع. قال بدي أربح بطولة آسيا صاروا يضحكوا عليه العالم. قال رح أربح بطولة آسيا. ربحنا بطولة آسيا ثلاث مرات مع الحكمة أنا ربحنا ومرة مع الرياض. صح. بس ربحناها من وراء بهز كوميتمنت وديديكيشن وقدي إصراره قوي الزلمة وشو حط أفورتس. لعل شو الأفورتس لأنه الناس بيفكروا بس إنه تمويل. لا خلاص. هي بس مصاري. is the most important part للاعيب يكون dedicated. أنت أكيد. هلأ كيف بدك تيجي واحد موظف في بنك أوكي بيقبض X amount. طب هيدا he's talented. طب هيدا he's very talented لا يقدر يكون talented بس فيكون very talented إذا كان committed وdedicated للجيم. وإذا عنده كيف incentive. كيف إيه أكيد incentive. يعني إذا ما بده يترك. For something way better يقدر يبلش يبني حياته عليها ما حيترك. هيك بلشت كونترايت اللعبة كانت عالية. اللعبة صاروا كتير dedicated عم بيعطوا كتير للعبة يناموا ويشربوا ويأكلوا ويتمرنوا يطلعوا حقهم basically ايه وبعد يعني exactly صارت حياتنا كلها باسكت وتمرين 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 وplus ال advertising اللي صار وال يعني نطلع على دبي نلاقي صورنا بالطرقات كلها. سو صار في عنا نحن مسؤولية كتير كبيرة نحملها كمان تجاه الشعب اللبناني اللي هو موجود بلبنان وبرا لبنان. حطيته لبنان على الماب. اكزاكتلي طلعنا على بطولة العالم. لبنان بلد كتكوت. ربحنا فرنسا ربحنا كندا ربحنا فرنسا. ربحنا أهم فرق بالعالم. طلعنا بطولة العالم ثلاث مرات مش من ورا مشي. طب فادي يعني انت بتعتقد المشكله الوحيده هي التمويل لانه انا شو المشكله مشكله التمويل مشكله السياسه كتير دخلت بالرياضه مش بال2013 منعوا منتخب السياسة. بس شو يعني تدخلات سياسيه هلا ليك شو كان بدهم كان في قبل شيء اسمه مسلم مسيحي حكمه رياضي مع انه الحكمه اغلبيه جمهورها هن مسلمين ولأنه القاعدة الشعبية الأولى بلبنان كجمهور هن الحكمة الأكبر. بس أنا عم بقلك أنه كان في هالطرفين سو فريقين كان عندهم مشكلة طائفية لا بغض النظر سيقبت. بس كان في حكمة رياضي أنه بتقول الحكمة للمسيحية والرياضي للإسلام لأنه رئيس النادي هذا مسيح هذا بوينت هون بيرفكت ما في شيء أوكي بارت من الحياة الرياضية العادية. من بعد أنطوان شويري صار في حريري قويت عون صفدي سليمان هذا تقسم كل فريق لحزب بطل في تو بارتيز انت يور يعني هلا بتروح على لندن تلعب بين مانشستر يونايتد مانشستر سيتي بتقوم الدنيا بيخبطوا بعض بارت عادي ماشي الحال خلصت. نحن بلبنان تشعبت سياسيا كتير تشعبت طائفيا كتير تشعبت مذهبيا بشكل مخيف ما هي العالم كانت تفوت بروح رياضية صار يفوت بروح طائفية صار الانفسترز عم بيعملوا انفستنج بالجيم للانتخابات مش معقول ما. يعني بطلت القصة لمصلحة اللعبة صاروا the target السياسي لأنه القاعدة الشعبية الأولى بلبنان هي سوري في 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 بن بلبنان قال لك أنا بيجي بكب مليون دولار او مليونين دولار ادفرتايزنج كل سنه على الطرقات وبين هذا شو عم بعمل هيك عامل فريق باسم النادي تبع باسم البن تبعي وخلصت القصه عملت ماركتينج اهم هيك عمل اخذ ماركتينج اكسبوجر اكثر من ما
اخذ بالكامبين العادي. بس انت ما بتعتقد ان اول شيء كانت مقسمه مسيحي مسلم، بس بعدين تقسمت كمان طائفيه وسياسيه بعد اكثر؟ بس كان في مشكله كمان، كانت مسلم ومسيحي بلا يعني. ما هو بلدك راكب غلط بغض النظر اذا بلشت انت صح ولا لا. يون اثليت، انا عم بعطيك الطرفين، بس كان في طرفين بالباسكت وكانت هالتي يعني. كنا نفوت محلات انطوان شويري وهشام جارودي فايتين كمشين ايديهم وفايتين لجوا مع بعض. ايه كان كومبيتيشن تو كلوبز يعني. اذا بدك انه حكمه هيك بس ما كانت عن جد يعني مسلم مسيحي، بس إيه بس انا كنت مسلم وتلعب مع الحكمة. انا كابتن فريق الحكمة لسنين طويلة. فبس انا عم بحكيك بال يعني بالاجمال، هون جمهور المنارة وهون جمهور الاشرفية، عرفت الاكترية اذا بدك. سو تشعبت لسياسيا كتير، دخلت السياسي فيها كتير. ال... 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 البرنامج اللي انحط اللي كان محطوط على انطوان شويري انشال، حط بروجرام جديد ما في افق، ما في استمرارية. الأندية they spoiled the players لطريقة، صاروا محدودين overrated بمحلات. so كلها لعبت أدوار غلط وما نمينا المواهب اللي عنا إياها بطريقة صحيحة. يعني من النهاية نحن صرنا نحارب بعضنا بدل ما نقوى بعضنا يعني. فادي كان يتحارب لفترة كتير طويلة خيلية، لأنه محبوب وقوي مش تابع. ففي حاربوك يعني. اوبا اوبا وين قد ما بدك، انا كل كاريري محاربه. بس حاربوك على اي اساس؟ ليك لما يكون الشخص ما له باك اب سياسيا، باك اب سياسيا انتماء سياسي، وعندك انت حدا بيعمل لك باك اب، وخصوصا اذا كنت كاليبر يعني. من احنا في لعيبه عادي اوكي بتقطع ما في شيء، ما بس لما يكون انت لعيب عندك كفوق وجودك وعندك اسمك وعندك بصمتك ومني كتاب على سياسيا لحدا، بيجربوا يطرطوا عليك. بس انه بنهاية ما طلع ما طلع لهم شيء، لانه انا الباك اب تبعي هن الجمهور والشعب اللي بحبني اكبر من اي سياسي. كانوا يجربوا يبرتلوك وهيك؟ لا بس كانوا يحاربوا يعني، كانوا يجربوا شوف بدك اشاعات، يجربوا يطلعوا اشاعات، شو بدك محارب يجربوا يطلعوا انه لا يحدوا من هيدا الشيء من قوة فادي، او لا يتو بدوني يعني. لما فتحت انا تشامس ما بخبرك شو تحاربت تحت، لانه فتحنا اهم سبورت كومبلكس بالريجن كله يعني. انت ما بتلاقي، جيت على الامارات انا بعد شهرين كرمتنا الدولة عطتنا الإقامة الذهبية، بتشوفي انه يعني ناس عم they're supporting وناس هونيكي عم ببلدك. ايه ببلدك عرفتي خاصة. فبلد راكب كله غلط من 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 اصغر واحد لاكبر واحد. طب سؤال، هيدي الطائفيه اللي كنا اللي at some point قلبت من الجمهور صار طائفي لحد ما، كان في طائفيه بين اللعيبه كمان؟ لا قليله. ليك في لعيبه بتكون عندها اذا بدك غيره او نقب هيك، بس انه الاغلبيه لا، اعوذ بالله. just the game. وأنت فرفتت يعني لكي بأي سنة؟ لأنه العز كان مثل ما كنا عم نقول أول 2000 2006 بعتقد كانت بداية الفرفتة. بعد 2006 إجت 2007 بلش ينزل هذا الهرم وبلش شوي شوي تدهور الـ هذا كثير قرارات بالاتحادات السابقة اتخذت غلط و لضد مصلحة اللعبة. 3 أجانب على الملعب decision completely غلط، بطل اللعيب اللبناني عنده أي دور. لما أنت عم تطلع بقانون كان أجنبيين بالملعب وثلاثة لبنانية، صار 3 أجانب بالملعب واثنين لبنانية. طب how you will build شو عم تقول للعيب اللبناني؟ أنه عندك الاثنين الكي بلايرز واثنين برا كي بلايرز، هول هن اللي بيلعبوا. 4 لبنانية out of 9 والخمسة البقايا الصغار كيف بدك تحمسهم؟ سو في كتير رولز طلعت أثرت وضربت كانت عم تعمل بالون وبدو يفقع، عارفين إنه راح يفقع. ما تأخذ الستركتشر بطريقة مزبوطة. سؤال، كان في كمان أكيد محاصصة بال يعني بين الفرقة بين وين؟
يعني بالأبر مانجمنت مثلا انه هو لازم يكون في هذا الشخص لانه انت ترشحت للانتخابات انا ترشحت لانه مش بدي ترشح انا ما بدي ترشح ولا 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 بشوف انه انا محلي هنيك بس انا ترشحت باك اب لادعم جورج بركات اللي هو اساس بالحكمه لا اكثر ولا اقل بس انه بلد ما مركب غلط مش مركب غلط يعني في واحد اجى قال لي فهد الخطيب لما ينزل على الانتخابات ممنوع نادي من الجمعيه ممنوع من الانديه اللي عم بتصوت ما تصوت لفادي صح يعني عم بيصوتوا للباسكت اللي هو الحمد لله لتاريخ اليوم انه لما ينذكر اسمه بيكون ريليتد للبنان وللباسكت سو عم بتصوت ضد فادي انت ليه لانه في محاصصه ولانه في تبرتول ولانه في مليون خبري وخبري يعني بلد راكب غلط مش عم بحكيك بس على اتحاد عم بحكيك على ستراكتشر كلها مبنية بطريقة فساد ودايما نحن منوجه الموضوع للسياسيين السياسيين أفسد الفاسدين بس اللي أفسد منهم شعبنا شو نحن لأنه نحن خي نحن لما بدك تجي تقول عم تات اكزامبل أنت لما بدك تيجي تقول انه في اشخاص كاليبر وكفوقه وبدك تصوت ضدها يعني شو معناتها شو معناتها صوت عنوف في يعني. هو انت مش تعالوا الشعب اللبناني كله هن تعم يعني بس انت كنا عم نحكي تحت الهواء من قبل انه اللبناني لما بيسافر لبرا على السكه على السكه مثل الشاطر اكيد بيلحق القانون بس لما يرجع على لبنان بيتصرف بطريقه غلط بيرجع بيفوت بالسيستم الفساد ليه اقول لك لانه ما بيتقبل ببلده يكون محترم هو ببلده بده يتصرف بحس حاله هو ببيته في بفوت بيعمل بده اياه بالبيت بكسر بينزل بيعمل هذا عادي ما في مش سيستماتيك بيطلع لبرا السكين على رقبته بيسترجي تو بريك ذا لو صح بس كمان لانه ما في مؤسسات اكيد ما في مؤسسات بتخلي الشخص يزدهر بلشت لك فيها السياسيين الموجودين بلبنان افسد الفاسدين بس كمان اللي افسد منهم هن اللي عم بيخلون محلاتهم يعني انا لتاريخ اليوم عمري 42 سنه ولا مره رحت عملت اي ولا مره رحت تحت انتخبت انا يعني بتعرف انه ما لا باي نوع انتخابات وين ما كنت بأي نوع من انتخابات رياضية سياسية شو ما كانت ولا مرة بالجامعة ما كنت انتخب ما بدي لأنه بعرف أنه ستراكتشر كلها ركبي غلط وفروم داي وان عم تدهور سو ايه في عندك سياسيا هذا بس انت بالنهاية لما يفوت حرامي لعندك على البيت عندك تو تشويسز يا بتقتله بتحاربه يا بتقول له انا فيت اقعد بالاوضه جوا بقفل علي لما تخلص عيط لي نحن بدل ما نكون نحن قوية ونوقف ونقول نحن بدنا نحاربكم لهول الحراميه اللي فات يسرق بيتي عملنا فتنا قعدنا بالاوضه قفلنا على حالنا وسرقوا واخر شيء بدنا نجي نحاسب طب ليه من قبل ما عم تحاسب ليه من قبل ما قلت له انه لا ممنوع ليه من وقت الانتخابات ما كنت حاسب براسك انه هيدا رح يضرك لانه جوعوك مش بس جوعوك لانه كانوا عم بيعطوك انت عم تاكل لا تنتخب انت من هون بتعرف انه انت فاسد انت من هون بتعرف انه انت عم تاخذ عم تدفع حق عم بيشتري صوتك هذا الزلمه سو بتقلي انت في جوع طب ما هلا في جوع اكثر من قبل بكثير شو هلا رح يختلف عن قبل؟ هلا القيمة رح تطلع أكتر بالانتخابات حق صوتك. بس أنت ب17 تشرين فادي نزلت ونضلت وقتها كمان بعد 4 آب أنت كنت أول شيء بدبي رجعت نزلت على لبنان تتظاهر. يعني كان أنت نزلت لأنه فكرت إنه في شيء في يتغير لا؟ أكيد. Definitely. I lost it إيه. يتغير إيه أكيد I lost it. وفي facts why I lost it. بس انه كنت مآمن انه في شيء رح يتغير لاخر لحظه كنت مآمن انا اجوا كانوا يجوا التحري يسالوا عني بالخيمه ببيروت عادي انه بيعرفوا ايه وين فادي وهيدا منيح لسوق يعني لحسن حظه ما كنت عم بكون موجود امرار لما كانوا عم بينزلوا سو انت بتعرف انه امرار بتكون عم تعمل شيء صح ومآمن انه عم تعمل شيء صح
بس لما تشوف بعدين انه الاغلبيه انه دنايل وعم توقف لحالك انت ايد وحده ما بتزقف, طب بتقول انا ما فهمت اذا انا بدي اعمل هيدا الشيء ولحالي بدي ضلني عم بعمله مش فادي لحالي, لانه انا نحن عم نحكي كمجموعه كومبير هيدي المجموعه مع الشعب اللبناني كله بتطلع شخص بالكبر. طب انت ما انت عم بتزقف لحالك, رح نضلنا نزقف ونعيط ونصرخ ونحارب ونسأل رح نضلنا, بس قديه نحن عنا ناس قاعدين ببيوتها تفجر أكبر تالت أكبر انفجار بالعالم ولكن نسى بعد شهرين. أقول لك النسى؟ أكيد النسى. ليه؟ لو ما النسى بنكون عم ناكلهم هلأ بطنهم عم نشيلهم إياه من محلة مش نشيلهم من بيوتهم. عم بقول لك أنا إذا بكمش من هول الفاسدين بكله قلبه وحياة الله, لأنه عن جد أنه وصلنا لمحلة. ديك مرة قاعد أنا ومرتي قلت لها ليكي أنه الحمد لله مبسوطين وقاعدين وشغلنا وكل شيء وهيدا, بس قلت لها شردونا يعني قاعدين نحن عم ننقل بيوت وعم يعني بشوف الواحد قد ايه. طب كنا قاعدين تحت بحياتنا وشغلنا واصحابنا ودنيتنا وبيروت ومدينتنا ومبسوطين, بدك تطلع برمانة بدك تطلع تعشى هون كل شيء حدي خيع سوبر مبسوطين. اخر شيء مثل واحد اجا طرقك شو توزتك برا ليه؟ ما فهمت انه انت حكمت على الشعب اللبناني كله هيك والشعب اللبناني حكم على حاله بالأسوأ لما قرر هو انه خيي خلص اوكي. انا لما شفت انه ما بقى في امل, عن جد ما بقى في امل بالشعب اللبناني والسياسي خلص هيدا مفروغ من امره, يعني ما بقى نحكي عن السياسي اذا فاسدين وبعد في عنا امل فيه. هولي للمكب زبالي خلصنا منه, بس نحن عم نحكي عن الشعب اللي هو واقف بعده لما شفت انه ما بقى في امل كمان بالشعب اللبناني. شو يعني شو بتعمل؟ بتقوله لابنك تعال اقعد تربى وعندك opportunity انت فيها تكون عم بتفرجيه حياة جديدة ليقدر يكفي حياته بعيد عن الطائفية والمذهبية ويفوت على المدرسة ويحكوا بالسني والشيعي والمسلم والمسيحي والدرزي وفلان. ليه؟ ما بدي اياه انا كليا هاي. انا ما بدي ابني يتمنى, لانه وان داي اذا بيرجع بلده بدي يرجع بفكر جديد, ما بدي يرجع بهذا الفكر المتدني اللي بعده لتاريخ اليوم نحن موجود بالمدارس وموجود بالبيوت وموجود بالعيال بالرياضة. وبيطلع أكيد ما عم بقلك موجود بالبيوت, يعني بالبيت صار عم بينشأ والطلاق عم بيزيد من وراء موضوع الطائفية والأحزاب. وآخر شيء بعدنا نحن عايشين بلبنان كله جوعان, دمار, كهرباء, زبالة, مي, استشفى عم بعطيك المينيموم اللي إنسان لازم بدولة تكون مأمنت ليه مش موجودة عنا, وبعدنا عم نطلع ندافع عن أشخاص شردونا وجوعونا ودبحونا. أنت بتعتقد هول الماجوريتي فادي لأنه بعرف في كتير أشخاص تخلوا من هذه الطائفية بعد 17-20 وهلأ بركي ناطرين البلاتفورم المزبوطة منهم الأحزاب التغييرية والآخرية كرمال يقدروا يرجعوا يأمنوا بلبنان, لأنه أنا أكيد بفهمك أنه تفقد الأمل بعد هيك فاجعة بعد تفجير 4 آب أكيد ما بنعرف عالم بعت أولادهم تاني يوم. أنت إيه هذا كان بدي أسألك إيه, كنت عم تخبرنا قبل ما نبلش إنه ما بحياتك كنت بدك تترك لبنان, صار عندك فرصة تكون بأوكرانيا European League وتشتغل, تركت كونترا بعقد لترجع تعيش بلبنان. هي اللحظة يلي خلتك إنه تقول خلاص مش 17-20 لأنه كان في أمل. أكيد 4 آب دفنتلي. أنا 4 آب يعني عملت ما بعرف شو بدي أقولك, مثل واحد خسر أهله. بالنسبة لي لما واحد يخسر أهله ومرته وولاده بانفجار كتير كبير وخلص بيصير بمحل أنه يلا بدي انتحر, عرفتي مش فارقة معي بقى. سو أنا وصلت ب4 آب لهالمرحلة. يعني أنا معلق ببيروت لدرجة يمكن قد ما معلق بولادي فيها.
كل ما اتذكر ببكي، وكل ما يعني باي مرحله بتمرق فيها بنهار، لانه هالقد نحن بنحب بلدنا، وهالقد نحن معلقين بلبنان، وهالقد نحن مآمنين انه بالاحسن ولنزبط. بس باربع اب ومبر اربع اب لما نسى هذا الموضوع بتقلي ايه، في بارت بعدهم عم بيحاربوا وواقفين واهالي الضحايا اكيد، بس قد ايه يا معين هول، قد ايه النسبه منهم؟ شو رايك بنسبه المغتربين؟ منيحه، بس انه انت صرت مغترب هلا سوء الحظ يعني. بس انه نسبه المغتربين منيحه، بس قد ايه بدك تضل مضايني وما تقلب وما يلعبوا لك على الغريزه الطائفيه و و و بس ما قلت يعني المغتربين مثل ما كنت عم تحكي عن ابنك ما بيفكروا بهيك اساليب هالقد بشعه، بيفكروا بوطنهم. وكنا عم نحكي كمان كيف لما تكون مغترب ما بيكون عندك هول الهموم مثل الكهرباء، مثل الاكسشينج ريت اللي عم بيتدهور عم بيطلع وعم بينزل. سو بركي مع هيك كلير مايند فيك ترجع تصوت لمصلحه بلدك. و يعني بخلوك لما يشوفوا انت برايك انه الطاوله عم تقلب لهيدي المصلحه رح يعملوا القانون مثل ما بدك؟ ولا نعرف، بدنا نشوف. طب القانون الانتخابي مين بحطه؟ مجلس. طيب المجلس النيابي هن اللي عم بيحاربوا المجلس النيابي، ما وجدوا برا هلا، يعني بيحطوا القانون اللي بدهم اياه وبيصوتوا عليه اللي بدهم اياه وبيمشوه. طب انت شو ضمن لك انه القانون الانتخابي الجديد ما يحطوه على يرجعوا يرسموه مثل ما بدهم وينزلوه مثل ما بدهم وبيرجعوا بيجوا مثل ما بدهم ونفس الشيء، وكل العمليه بدل ما تكلفهم 20 مليون دولار قبل هلا صار تكلفهم مليون دولار بيشتروا اي صوت، رح يعرفوك الشغله يعني دفنتلي. بس اجان يعني وراح تضلك تحارب، راح تضلك لا تفقد كل شيء فيه انسان واعي كريديبل بحب بلده بعده موجود بلبنان. بس انت بطلت حارب كمان حتى برا؟ عم تحارب. عم تحارب اكيد. اوكي لا اوكي هذا يعني لا اعوذ بالله. كيف بتحارب لما I lost hope. ايه بس انه وقف حارب لا، ما هيدا بلدي، انه بالنهاية انا عندي اسد تحت تذكرتي لبناني وهويتي لبناني ورح ضلني هيك لو شو ما بدي يكون معي باسبورات غير، ومن هنيك بلشت ومن هنيك بخلص. فهذا الموضوع ما في اي بحث فيه، بس انا اللي عم بقوله انه ايد واحدة ما حتزقف، العالم بدأت تضامن يعني رح نضلنا نحارب ونهتري نحن وعم نحارب وتروح حياتنا نحن وعم نحارب وهن موجودين تحت. إذا الشعب اللبناني ما حيوع على يحارب كله ما حنوصل لنتيجة، جدودنا وجدود جدودنا وأبين أو بقيتنا كله كان يحارب. طب ما كله كان ضد وكله كان فساد. هذيك المرة نزلت أرتيكل من 1936 جريدة التحرير اسمها، بليز أقري التايتلز، بيحكي عن الفساد. وحياة الله إذا بتقري التايتلز بتقولي أكيد هولي عاملين أديتينج للجريدة، وهي هلأ حرايق، سرقة، سعر الليرة، فساد، مجلس نيابي، زيت الشيء. وحياة لا لا جمل، بس أنا عطيتك الكيوردز. ما أنا عم بقرأ 1900 أكيد في شي غلط، لرجعت عملت ريسيرتش وهذا مزبوط من 1936 نحن منقول بلا نحارب بلا نحارب بلا نحارب. يعني يا منا نوعى كلنا يا خلص خلص لا تتجو، خلي اللي بده يصير يصير. فمشان هيك وبلس عندك الوضع قد ما نحن ضعاف وقد ما نحن دايما منسلم رقبتنا للغير وقد ما نحن ما عنا ديسيجن وما لنا ديسيجن ميكرز وما منطلع مناخد قرار صارم لمصلحة بلدنا لمصلحة مؤسساتنا لمصلحة الاقتصاد والحياة الاجتماعية والحياة اللي موجودة ببلدنا لنحسنها، بنسلم رقبتنا للغير. عندي 500,000 دولة متدخلة بلبنان و500,000 آراء موجود بالبلد و500,000 رأي بدك ترجعي له قبل ما تاخدي أي ديسيجن. طب كيف بدك تتحسني أنت على أي أساس؟ نحن عم نحكي عن السياسيين، نحكي عم نحكي الشعب اللبناني، وعندك بارت تالت. طب البارت تالت اللي هو الـ هالدول
لك ما انتوا قلتوا لهم لهالدول تفضلوا تعوا شقفونا، صرتوا ممثلين انتوا كومبارس بالبلد حبيبي، هاي ورقتك نفذ ري سكريبت، سكريبت انت ممثل، في بروديوسر عم بيعطيك هذا السكريبت، انت بدك تطبقه، ممنوع تغير ولا حرف فيه، as simple as this. ما بدها يعني اثنين ياخذ عدي كم بلد موجود. لا انه طب بعدين بتقولي يلي بنعرفهم يا اكيد في غير يعني يتصفحوا كلهم للشعب اللبناني يصير عنده شوك مزبوط شوك، يا يعني عن جد هيدي الطبقة الفيس دي تزول ويصير في شوك كتير كبير ويبلشوا ترجع تبلشهم لأنه ما في خيار تاني. في غير شوك أكبر في معقول يكون أكبر من أربعة أب؟ إيه لا شوك أربعة أب أنا برأيي كان لقلنا للي بحب بلده شوك كبير للأهالي الضحايا اللي نحنا زعلنا وتعبنا، بس الشوك إنه صار هذا حياة عادية ماشية بيروحوا بيجوا كل شيء وبده هذا، والناس الانفجار نحنا ما عم نقول ما يكون في حياة عادية، ضل الحياة العادية بس ما هي الناس الانفجار. أنت نزلت ها كنت بدبي؟ أنا أخذت أول طيارة ونزلت لأنه ما كنت أدران يعني خلص صار معي انهيار أنا موجود هون. بلحظتها حجزت ونزلت على لبنان وكنت ناطر بثمانية قبل أنزل على الأرض، وتقوست بكتفي وتقوس اللي كان عم يتظاهر بالمظاهرة بعينه، كنت ماسكه أخذته على الإسعاف، رحت عينه طارت عينه قدامي للزلمة، وإن شاء الله يا ريت كنت لقطته للي قوس، كان فرق ماشي يعني مش كتير بعاد عن بعض، بس الغاز اللي نزل مش معقول مش معقول كيميكال وورفير. هذا حرب underground. هلا أنت كيف عم بتحارب من هون من دبي؟ بكلمتي وبالأويرنس اللي نضلنا نحن نقولها. في كامبين عملناه محاربة الفساد مع يوروبيان يونيون، هذيك المرة نزلناه من الأشخاص اللي بيأمنوا بالبلد واتجهنا لمحاربة الفساد بهذا الموضوع، وقلنا أنه نحن شو هي كلمتنا ورح نضلنا نوجه هذا الشيء، لأنه أنت إذا ما بنيت أويرنس للجيل الجديد خلصت. أمل بالجيل الجديد أكيد، أمل بالطلاب، أمل بالانتخابات الجامعات اللي عم بتصير، مش معقول ما شو عم بيصير يعني هول أنت أملك، أنت you build on this، بتدلك تعمل awareness، ما بتوقف هذا awareness ليضلوا فهمانين أنه الطائفية وصلتنا لهون، المذهبية وقفت وصلتنا لهون، المحاصصة وصلتنا لهون، مؤسساتنا الدولة وصلتنا لهون، القضاء وصلنا لهون، كله هول بغض النظر عن الإدارة المالية الفاشلة اللي عنا بالبلد، كل هول وصلونا للفشل. سو بدك تضلك توعيون، نحن عم نضلنا نوعيون، بس انه بالاخر في حياة بدها تضلها ماشي. لما بتشوفي انت عم بتحاربي لحالك تقولي انه بعدين حياتي رح تروح، حياة ولادي رح تروح، وهذا خليني بلش شيء وضلني on parallel بذات الوقت عم بحارب. ومن ناحية الرياضة بعدك عم بتحارب كرمال رياضة بلبنان، كيف فيك تعمل ثورة بالباسكت؟ انسى ليك، لانه الباسكت اللي عطى كتير للبنان، انت منهم كوتش غسان منهم، وليم شنطف وليد دمياتي، كل هول يعني حطوا لبنان عندما برجع بعيدة، وهلأ تتشوف شو صار بالاندستري مثل ما هي بعد ما انتو عمرتوها، وكتير منكم كمان ساعدوكم. في شي في يتغير لانه بلد مبني على المحاصصة بوينت، قبل ما تشيل المنظومة كلها ما في، اتحاداتك بتجي نفس الشيء، وزاراتك بتجي نفس الشيء، اللجنة الأولمبية بتجي نفس الشيء، كله بيجي تركيبات أحزاب بس، والأحزاب اللي بيشتركوا مع بعض فيها هن ضد بعض بالدولة. انتخابات الاتحادات اللي بتنزل، الأحزاب اللي بيعملوا تحالفات مع بعض فيها هن أحزاب بينافسوا بعض، مش بينافسوا لبعض، بيكرهوا بعض كره العمى. ولك انا اذا بدي احكي عن الاتحاد الاتحاد القديم، لك التحالفات اللي صارت بين 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 احزاب بتشقف بعض تشقيف على الاعلام وتحالفت مع بعض، خيش في شيء جنون ما بصدق. اي احزاب يا اخي ما بصدق، تيار الوطن الحر والمستقبل تحالفوا مع بعض، لا اتحاد الباسكتبول بلبنان،
شو بيطلع لهم؟ شو هلا بتقول لي رياضه هاي ما خاصه بهيدا؟ لك يا حبيبي ما هيدا انت حزب عم تفوت باسم الحزب، شو هالحكي هيدا؟ بتبين ان كلها لعبه، بس شو السبب؟ ليه كمان بالرياضه؟ شو 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 شو, شو بيجيب لهم مصاري؟ مصاري؟ فيها لا لا بغض النظر فيها زخم شعبي كمان، كلها كذبه طائفيه وسياسه وكلام. كلها كذبه. شو بيطلع لهم؟ مصالحهم الشخصيه اهم من كل شيء. هي عم بيلعبوا على عصب الطائفه، كلها كذبه. هذا بتشوفي بيروح بيقعدوا مع بعض بتعشوا بتغدوا بهذا. هلا في كم واحد هلا عم حاربين بعض وعم بيهرتوا على بعض، ايه بس انه بالنهايه اليوم هيك بكره غير هيك. طلعنا قال انه وان واي تيكت، رجع اجى رئيس حكومه، رجع وان واي تيكت، هلا بيرجع بيجي رئيس حكومه بيرجع وان واي تيكت. وتضل عد ميوزيكال تشيرز. عم نحكي عن الحكومات، عرضوا عليك عدة مرات تكون وزير رياضه. نعم. كم مره كذا مره هلا اخيرا او كمان اخيرا وقبل ومصطفى اديب وقبل اعوذ بالله ما بدك تفوت باللعبه. بحب اكيد بغرامه وعامل برنامج طويل عريض للبلد كله على صعيد، ودكتور نجات صليبة أنا وياه بخطة بيروت one of the دايماً topics اللي بنحكي مع بعض فيها هو الأكاديميك بروجرام اللي عاملينه للبنان كله، لأنه نحن بنشتغل بخطة بيروت هيلث على صعيد البيئة وعلى صعيد الاقتصادي وعلى صعيد الرياضي والتربوي وال بكل القطاعات. عنا بروفيسورز موجودين بهيدا، من أهم بروفيسورز بالأيوبي وبالجامعات. سو ما بدك تفوت فيها يعني؟ ليه بدي فوت فيها؟ شو الأد فاليو لسير لسير أنا من شخص محترم ومحبوب من أغلبية الشعب بدي انطرد من المطاعم وما وين قاعد بهيدا، أو ابني ينسب على الطريق؟ ليه؟ وما تقدر تعمل شيء اصلا فوروت. لانه جاي ما حدا عمل شيء، بده يبنوا على ظهرك انه جابوا شخص كريديبل وبيفهم باللي هو فيه ما انه محزب، ويلا ها ليك من جبنا لكم، واخر شيء ما فيك تعمل شيء وما فيك تاخذ اي قرار وتصير مكروه من الشعب اللبناني يبلوها يشربوا ميتها. طب ليك من قبل وقتها يعني بأيام العز بالجولدن ايج تبع الباسكت في كتير أولاد يعني منهم أنا ورفقاتي كنا نطلع فيك وكذا شخص نقول هول هن الرول مودلز تبعولنا. في هلا أولاد مثلا إذا بيقولوا لأمهم أنا بدي روح ألعب باسكت بعد المدرسة رح تطلع فيه رح تقوله شو عم تعمل؟ مزبوط. رح تقوله لا، رح قوله لا فادي الخطيب is my idol وبدي يكون مثله، رح تقوله على راسي وعيني فادي الخطيب. بس هلا إذا بدك تعمل مصاري شوفي أفق ما في، يعني بدك تروح مثل الشاطئ ترجع على البيت وتدرس nothing zero. أنا عم بقولك نحن عم ندعم ونضلنا ندعم لنشوف إنه بركي بعدين معقول يصير في تحسن، بس إنه في هذا مثل ما بيا هلا البلد كله ما في أصلاً. يعني إذا بدك تروح على الدكتور ولا بيك بدي روح أتعلم بالجامعة بدي يقولك ليه شو بدك تعمل، تقول له بدي أعمل مهندس يقولك حبيبي شو بدك تعمل فيها للشهادة، إنه إذا ما طلعت لبرا ما فيك تعمل فيها شيء. شو بتقبض مليونين وثلاثة مليون ليرة وأربعة مليون ليرة؟ وقد ايه صعبة إذا بتشوف أولاد أو شباب بالشام بالكلوب تبعك بلبنان يكون عندهم في هيك تحس إنه عندهم مستقبل؟ طب نزلت على لبنان هلأ أنا فوق بعضهم، قد ما في زخم وقد ما في حماس وقد ما في حب للسبور إن كان فوتبول ولا إن كان باسكول، بتشوف تطلع بهالولاد بتقولي مش حرام؟ طب هولي هالقد عندهم أمال ليه؟ لأنه شافوا اللي أكبر منهم عمل شيء، وشافوا أنه عملوا إنجازات، وشافوا أنه هولي أور آيدلز نعمل مثلهم. بس أنه آخر شيء بتزعل بتوقف تطلع بتقول يعني ليه كلهم وين وصلونا؟ أنه حتى هاي ما بقى عم بيخلولنا إياها تكون موجودة. يعني أكيد بتزعل وبتقول أنه بترجع للنقطة الصفر اللي هي عندك الهرم كله لازم يهر ضروري. إذا الهرم كله مهر لآخر حجر تحت اللي هو لآخر موظف بمؤسسة الدولة اللي عنا البلد ما حتحسن. لأنه نحنا لما سألوني اليوروبيان يونيون حدا من جوا قالوا كيف رأيك نحارب الفساد، قلت لهم بأصغر واحد بمؤسسات الدولة
قالوا لي مش بال... ما نبلش بالسياسيين. قلت له غلط، بلشوا من تحت ورجعوا طلعوا، بلشوا بالعكس، كله بلش من فوق، بلشوا بالعكس. شوفوا مؤسساتنا شو فيها، شوفوا قضاءنا شو فيه bottom up يعني، شوفوا الدوائر اللي هي اللي تعتبر الدوائر اللي بتدير الدولة ماليا شو فيها، روحوا شوفوا بعدين قولوا لي. كيف خي واحد معاشه هالقد بيكون معه تريليونز؟ ما فهمت من اين لك هذا. واحد بيكون محل هو مسؤول بقطاع بمؤسساتنا العسكرية بيعمل أعراس بثلاثة وأربعة مليون دولار لأولاده. طب كيف هلا بيطلع بيقولوا له هدايا؟ بطرق حالي بالكباية بكسر راسي يعني. مين بده يجهد التاني بثلاثة مليون دولار؟ كنت قلت له لبي فوتني بال على على السيرك العسكري أحسن ما سلك أحسن ما أطلع لعيب باسكت إذا بده يجينا هدية بثلاثة مليون دولار لعرس ابنه وأربعة مليون دولار. شو هالحكي الفاضي هيدا؟ يعني كي إنه وبعدنا منقول ما في تساؤلات. منيح في أشخاص بعد عم تفتح ملفات، بس لا حياة لمن تنادي. هل رح يكون في حكم وينجروا ويتحبسوا ويعملوا؟ المناقصات اللي كانت تصير بالدولة والتسويات وال تبرتوا ليأخذوا المناقصات وتصير لمصلحتهم شي بشيب شعر الراس. انت شايف لانه انت جوا. يا ويلي يا ويلي يعني. شو ما ما يعني رح اعطيك اكزامبل وين بده يبلش. اللي كثير صغير ما رح نروح للكهرباء والبواخر هولي اكبر منا نحن، الارقام ما بتنلفظ يعني. صح. كاميرات اللي انجابت للبلد 50 مليون دولار، ديل كلفتها 8 مليون، خلصت ب50. طيب لنا دايرة مش ماشية ولا فيها كهرباء، معلقة بس، وهي هي على قصص هاتي عم بعطيك يعني اكزامبل كتير صغير. قصص الباسبورات والشركة اللي أخذت الباسبورات والطبع الباسبورات والطبع الشكات والكاردز فيزا كارد وعد ومد. هو اللي عم بحكيك بس صغار يعني قصص صغيرة. إذا منفتحوا ملفاتهم لازم يتشتشدوا على حبوسة. لك شركة ما خاصة بمينتننس لآليات للبلد، هي بتشتغل ب أنا بكون عم بشتغل بالطب، ما بلاقي غير هيدي الشركة اللي هي عندها أدوية أخذت مينتنس لآليات القوى الأمن. خي كيف؟ شو دخل هيدا القطاع بهيدا القطاع؟ شو دخل هالشركة اللي تاخد هاد التسوية المناقصة؟ ايه ما في مؤسسة ما خلوها ما. لا ما مش هيك. بتشوف انه المحسوبيات وكلهم سرقوا وكله نهب من الصغير للكبير. يعني ما خلوا بقوا وساووا وعملوا. هولي كله من وين يطلعوا؟ المصاري اللي تندفع من وين؟ مني ومنك ومنا ومن بي ومن امي ومن عمومتنا ومن جدودنا واخواتنا. هول اللي هول من هون عم بتروح المصاري. طب مع كل هول الاوبستكلز اللي نحن عم ننفسهم، انت يعني شخص خسرت تعورت، بس كل ما كنت تخلص ماتش او كل ما كنت تخلص سيزن ترجع بعد اقوى. وكذا مره اللي علم التقليدي يجي يقول فهد الخطيب حيرجع يفوت باللعبه، كمان كان في يعني تراجكتوري شوي سلبية ضدك انه هذا رح يكون اقدم مثل ما كان من قبل. خلص ووقف وترجع يعني صار اتنيك اختها كسر الدنيا. طب هيدا المنتاليتي اوكي عندك اياها بعد، ويعني هي سقفة حياة. ليك في فا في فا في تو في وان بوينت ميجر بوينت هنيك. انا اي كنترول، انا ايم ان تشارج تو دو ذس و تو بريك هول كل الحكي وتوين وفرجي انه ام ستيل ذير. بالميل الثاني على صعيد البلد انه احنا وين يو نوت ان تشارج، نحن وي فايت، بس هاي هي يو كانت كنترول. بالملعب انا اي كنترول، اي كنترول افري موف، اي كنترول ماي بلايرز، اي كنترول ذير بلايرز بمحلات.
So you decide, you do the decision, you break it or you don't break it. أنت عندك الباور الإيد الحديدية تضرب فيها. ببلدنا أنت ما عندك, أنت المست أنت ال... أنت الضعيف. أنت الطابي. أنت الطابي اللي عم تلعب فيها الكبار. So you're not a decision maker. You can decide تنزل على الأرض وتعيط وتصرخ وتعمل وتساوي وتظاهر وهاي هي. That's it. ما تنتخب ماكسيموم. بس لازم تنتخب. لا يعني عم بحكي انه بالسنين اللي قبل هاي هي هذه انت قوتك هون, بس هنيك يور ان تشارج. انا فيني اي كان بروف انه انا طابع, انا بكمشها وانا بسجل وانا بعمل وانا بعمل باس وانا totally different. لو نحن ان تشارج يا بي بعتقد إذا كل العالم عنده هيك منتاليتي تبعيتك مثل ما كان يعني كان عندك إياه بالملعب, بعتقد فينا نوصل محل يعني. أكيد فينا, وفي كتير سو هذه ثقافة الحياة اللي أنت عندك إياه تتطبع على الصعيد الشخصي. سوري أنا يعني ما بحس كان في صراع بين يعني بيني ومش بينك, بس it's هذا الشيء super interesting لأنه منك الوحيد اللي عم بيحس هذا الشيء. في كتير عالم بزيت البوزيشن بس كمان بيعملوا مثلك, بيخلوا عين على لبنان, بيجربوا يطلعوا مسج و they hope, في أمل they hope أنه هذا المسج حيوصل على محل ما حيوصل على دينان دف. عشانك يعني كمان في بعد شيء تاني فادي بدي أسألك إيه هو, مع كل هذا الشيء اللي عم بيصير أنت بعدك عم تفيق كل يوم على 6 الصبح ما هيك, ما بعرف كيف الرجمنت تبعك, تتمرن على حالك يعني بتحافظ على المايند بودي كونكشن وعندك هيدا الشامبيون مينتاليتي. اكيد كيف بعد أكيد. كل هيدا الشيء بتضلك عم تحافظ ليك على لانه اي دو ثينجز لا ريزن لوصل مسج معينه. يعني انا في كتير اشخاص بيشوفوها مثلا بيشوفني هلا بيجي ولد بيقول لامه بيقول لها انا بدي يصير عندي جسم مثل جسم فادي مثلا, عضلات العضلات فادي. So this is a message. يعني عم تقول له أنت لابنه بطريقة لو هو is a basketball player be healthy and stay fit وخليك عم تمرن وهيدا. And this is the message out of all this. مشان هيك أنا super mentally tough. Yes. وهيدا اللي نميتها ما كانت موجودة عندي. نميتها لأنه احتكيت بمايكل جوردن, قعدت معه شهرين, شفت لعيبة كتير, شفت أنه بدون هيدا الإصرار you cannot reach anywhere. So, قلت أنا محلات إنه بدي أكسرها. كيف بدك تكسرها؟ بدك يعني تكسر حالك أول شيء. تقول إذا تعبان أمرار بنام ساعة واحدة, في ساعة خمسة خلاص بدي فيق خمسة, ستة بتكون بتجمع بتمرن لو ميت. بس بتحط هيدي الليمت. خلص خلصت الجيم هيديك المرة مكسر, نمت مشقف, بدي فيق الصبح أتمرن بعد الجيم لو شو ما كان. خلصت الجيم زلت ما نزلت, رحت اتعشيت ومبسوط وعالم فرحانة وفادي كسر شو هالفادي بعد سنة ونص وعمره 42 حتى 33 نقطة وربح الفريق. لا نزلت دغري على تشامس, نزلت صورة شو عم بعمل, نزلت على الأكاديمي دغري, وقفت الولاد شفت شي غلط صرت فرجيهم كيف لازم يعملوا تيبس شو لازم يشوتوا كيف ايدهم لعد الشوطة. خلصت فتت غيرت تيابي نزلت بالايس بات. So it's all in here. بقول لهم انا دايما بعت مسج على جروب التيم قلت لهم it's in your head, منا بجسمكم منا بهذا جسمك. اليوم منيح بكرة منه منيح, اليوم مريض بكرة ما هذا دوم عايش بكرة هون. ميت. في ناس بتحارب الكانسر براسها و they win. So it's all in the head. مشان هيك أنا كل شي بعمله من راسي هالقد, وأنا هيدا الفرجية هون لأولادي إنه you have to break هيدا الفير إنه أنا ما فيني. لا فيك إذا بدك you can. So you can achieve. ليش هيك لازم يعمل شعب اللبناني؟ كنا عم نوصل لدغري. So هيدا المسج out of it. هيدا إذا بدك لا you can. ويو كان بريك اول ليكي كل الرولز اللي عنا يوم نحن بلبنان وبروك ذم كله الحمد لله. ما في رول محطوطه بالبلد مش خارقينا ما في شك من دفع الضرائب لا للسير
لك يعني بدنا إذا بتاكلي زبط حقه 20,000 20,000 ونحن منروح منتعشى أقل مرة منحط على الكابل 200,000 20,000 تصير يترك دي شمال يمين يشولوا لك إياه للزبط بشرفك زبط لي إياه شل لي إياه عرفتي؟ سو نحن عنا ما همشين هيك اللي برجع بقلي نحن فاسدين لك مني ونجور ونزول لهلأ لو عينا نحن سو لما مشان هيك نحن فقدنا الهيدي الحس الوطني منقول نحن منحب لبنان منحب لبنان طبق طبق دفع الضمان دفع التفقة هلأ منقول مشان ما ينسرقوا بس نحن عم نحكي كيف لازم نبلش دفع الضمان دفع التفقة دفع زبطك وقف على الإشارة ما تزد زبالة من سيارتك اشتغل لمصلحة بلدك اشتغل لمصلحة مؤسساتك فوت محترم على المؤسسات ما تفوت بدك تشاوبر وخبيط وعيط وصريخ وهيدا احترم شو في قوانين ساعتها هن لحالهم بدون يهروا بس نحن ما بنحترم مشان هيك فالقصة كلها بالإصرار إذا أنت عن جد بدك تحقق هيدا الشيء ولا بدك توصل لهيدا الهدف في شو اسمه ستابس كبيرة بدك تشتغل عليها لتوصلها إن كان اليوم بالشغل ولا بالرياضة ولا بالسياسي ولا بأي achievement بدك تحققه بحياتك أمرار لبدك تحكي مع وحدة بتعجبك ما في ستابس لتروح تعملها وإصرار إنه أنا خيب عن جد بدي إياه وبدي أحكي معه وبدي وأنا بارت رح أعطيك كان عمري 15 سنة كنهار ناسي أي نهار تاني نهار مسافر على أمريكا جين سكولرشيب من مدرسة بأمريكا one of the top schools بأمريكا سكولرشيب خلص رايح فالل ما كنت بعد الحكمة كنت بالرياضة بعدني نازل عم بعمل final day أنا وأصحابي بالسمرلاند بيتش بالبحر بلبنان شفتها لمرتي مرتي هلأ شفتها لهنا ولا كلمة حكيتها أنا طبعي كنت كتير استحي ولا شيء طلعت على البيت بعرف رفيقتها كلوس فريند الله يرحمها لما ياسين ف طلعت على البيت قلت لها لماما أنا ماما بسافر قالت لي نعم كنا صرنا أربعة أشهر من أنا من يعني من أمريكا عمتي نزل ببي وماما نزل ببي وأنا نزل ببي لخليني سافر يعني أربعة أشهر نق زن 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 يعني وصلت محل أربعة أيام ما أكل إنه بسافر لأنع تعمل هانجر سترايك يعني إنه لأنع إنه سافر خلاص إنه خلاص سفر عم نودع الشباب مسافرين طلع ما مسافر طلع عم تمزح معي شنطك ضببها بكرة طيارتك عم وصلك على المطار طلع ما من مسافر من هون لهون قلت له خلاص أنا لقيت المرة اللي بدي أتجوزها كان عمرك 15 وحياة النعمة قلت لي لك إذا فوت هلأ عودت القعدة وبقول له لبيك هذا الحكي بده يجي لدك جلد بالإشارة أكلت قتلي وقتها ما في منه وما سافرت وما سافرت وتجوزتها وتجوزتها so why I'm saying this أنه عن جد كل واحد بيخطط لشي بده إياه هالقد وبده يحققه بيقدر يوصل له بس اشتغل صح اشتغل سوا كمان أكيد اشتغل صح تيم definitely ومن هنيك كل شيء ببلش يكون عندك إصرار يكون عندك commitment يكون عندك dedication وdiscipline أنه عن جد بدك هيدا الشيء وهون حاطت أنه خي أنا بدي حقق هيدا وانتقل لمحل تاني حقق تاني وانتقل محل تالت دايما بقول أنه واحد بيطلع بيعمل هايكينج طب خي طلع هايكينج أول نص ساعة وصل على جبل خلص الجبل خي بتطلع على جبل أكبر كمان to go هايك لا يطلع بيخلص وبيطلع يعني هاي ما هاي طبيعة الإنسان so always find different goals or bigger the goals after you achieve your goal ما توقف محلك خلص أنا خلصت جامعة وقاعد بالبيت هاي الشيء عم تفرج عليها خي لا go seek opportunities تقول لي أنت إنه والله أنا فتحت البواب كلها بوجهي لا دقت لشبعت
واشتغلت لشبعت وعملت ونطيت وما خليت شيء لما عملته لا اقدر افتح هول opportunities وتو ورك اون ماي سيلف لاصير محل انه اقدر افتح هول opportunities. فمشان هيك نحن لازم دائما نقول انه يكون عندك اصرار ويكون عندك هالكوميتمنت انه انت بدك تحقق ونمشي. الشعب اللبناني لازم يكون بهالمايندسيت انه نحن عن جد فينا نحقق, مش يكون مستسلم. نحن مستسلمين انه نحن ما حنقدر نحقق, خلص موجودين. لا مش موجودين, موجودين. لما نزلنا على الشارع هز لبنان كله وتحت اجريهم العرق صارت هالقد سمكة, بدو بغراضهم كانوا كانوا يعني مثل واحد قاعد وماشي معته على فترة شهر ما عارفين شو بدي يعمل. وين انا بلشت افقد هيدا؟ لما صارت اخر شيء طقش ورقص وفقش وهيدا بطلت يوغا على الطرقات. طب معقوله؟ طيب مزبوط, صار في يوغا على الرينج مزبوط. طب كلب انه نزل يعمل يوغا تحت. طب ذس از ما هلا بيطلعوا بينزلوها بالمونشات بالنيوز برا, او شو الريفوليوشن بلبنان رائعه, شوف شو حضاريه. حبيبي حضارية, شو عم بعمل يوغا على الطريق؟ أنا نازل طالب بحقوقي. This is the message we're sending out of what we're doing. مش هيك ما قبضونا جد؟ أكيد. لما بدي شوف دي جي تحت ليكي. أنا علقت مع اللي عم بيحكي عنه المعين من قبل شوي, اللي بيسموا حالهم مؤسسين الثورة وبارت منهم عندهم أجندات ليوم الأجندات. كنا بعدنا اكزاكتلي صرنا 2 ويكس اجوا بده يعملوا بريس كونفرنس من تحت من ساحه الشهداء. ساحه الشهداء كسرت لهم المايكس, كسرت لهم الكاميرات وقلت لهم اذا بيصير هيدا بدي اعمل مجزره هون. انتوا ولا واحد منكم مخول يطلع يحكي باسم الثوره ولا واحد. عم بيحكوا حطوا كل شيء قدام التحت وحطوا سيت اب ودعوا التيفيات وانه تعوا نحكي نحن ما نطلع. انت مين لتطلع تحكي باسمي؟ مين قال لك انت بتمثلني قبل؟ هيك كانوا حاطين ستيج مين قال له اذا ما في انتخابات مين هن؟ الريفوليوشن بفرنسا كان فيها قائد, هلا بيطلعوا بيقولوا لك انه نحن فشلت الثوره لانه ما فيها قائد. مش مزبوط, كذبه هاي. هادي بيطلعوا بيكذبوا على العالم فيها. حبيبي ما في ريفوليوشن بالعالم تطلع الا ما يكون في فرق بين ريفوليوشن, في فرق بين انتفاضه. انتفاضة لما واحد يعمل ينتفض بيكون في قائد حاطط ستراكتشر وانتفض وصار في حكم وقلب الحكم كله. مثل اذا الجنرال عون مثلا عمل انتفاضة قلب الجيش عمل حكم عسكري بالبلد. هاي ديفرنت عن الريفوليوشن, عن الثورة. ثورة نحن نازلين عم نطالب بده يهروا, بعد ما يهروا روحوا للانتخابات وساعتها لكل حادث حديث. فهيدي قصة انه قائد ويطلع يحكي باسم الثورة وفلان يطلع وحزب فلان وما بعرف شو, هيدي كذبة وممنوع حدا يجي يركب على ظهره. هلأ بتقليلي صار في خرق؟ قد ما بدك صار في خرق. صار في احزاب عم بتفوت على الثورة؟ قد ما بدك. ما بيركبوا الموجة اكيد, بس بترجعي صاروا الاكترية وصرنا الاقلية. كدنا الاكترية وقتها نزلت الثورة ب17 كنا نحن الماجوريتي اللي على الأرض. هالشعب كله اللي نزلت وعن جد محروقة وعم تبكي والغضب عم بيطلع من عينيها. لما فاتوا بقى فاتوا فينا وبلشت الثورة تتشعب يخونوا بيناتنا, ساعتها فاتوا الأحزاب وصرنا نخاف. مين كان أيس لما كان في بدك اقول لك انا اذا 250 الف كلنا كنا ماشي الحال. قولي 250 ايه؟ لا قولي 250 الف كنا 250 الف. قولي لي اي حزب بده يفلت جماعته لينزل علينا؟ اي واحد فلوا هربوا من 250 الف 50 الف 200 الف ضل في 50 الف عنتر على الارض. خليه يصير في دم ونشوف وين بعدين بدها تروح. بس ما تنتهي هيك, ما تنتهي انه اخر شيء خلص انا بدي اطلع انه ما في افق وهون وقفت فشلت. لا ما بقلك انا انه راحت لمنحة غير والاحزاب ركبوا ظهره للثورة دفنتلي. بس هلا في ناس
بعد عم تحكي وشباب مثل من تشرين ومثل محلات غير ايه موجودين على الطرقات وعم بيشتغلوا بدم قلبهم. بس بالنهاية كمان في محلات تانية اللي هن بيقولوا نحن ثورة عندهم ايجو مخيف اكيد ما فيك تحكي معهم. مزبوط. ليه انا كنت ببارت اربع خمسة جروبس ظهرت منهم كلهم وفي محل قلت لهم انتوا رح تفشلوا اكتر من السياسيين فشلوا لانه انتوا ولا بند عم تقدروا تتفقوا عليه. ليه؟ لانه بدي انا خي شو بيك كله ايجو. لك يا حبيبي ما هنيك فشلهم من ورا هذا الموضوع. لكي انت بدك تشتغل شو بدي فيك انا باسمك مين انت هو شو بدي انت جاي تزبط وتحكي باسم هيدي المجموعة اللي انت نزال على الارض باسم الشعب اللبناني. ما بقى في شيء اسمه عرفتي بعدنا عم ننطلق للاحزاب وحزب ما بعرف شو وبارت ما بعرف شو. خلي الشباب تشتغل. لما تشوف شباب صغار طلاب ما عندهم انتماء سياسي قبل وما عندهم أجندة سياسية قبل هلأ بتقليلي في من شقين من أحزاب أنا ما بقبضهم. من هلأ عم بقليك كلهم اللي من شقين من أحزاب كانت بمحل وإجوا لمحل وصاروا ضد هولي أنا هولي كنت أنت هون وصرت هون بكرة بتصير مثل ما كنت هون بتصير محل غير. أنا بدي هالشباب نحن هول الصغار الطلاب الهيدا اللي عن جد ما كان عندهم باك سوابق سياسية هلأ عم بيطلعوا بالتحسن. هذا اللي بدي إياه ودو ريسبكت لكل الأشخاص اللي عم تحكي باسم الثورة. ليك حيالة واحد بيحكي باسم الثورة بعتد مثل ما قلت ما لازم نقبضه جد لأنه طالما ما في انتخابات طالما ما عندك برنامج سياسي بس جاي تقول إنه أنا معارضة وتبر هذا إن شاء الله مستي. وأنا اللي بيزعجني اللي كانوا بالحكم السياسي قبل وكانوا نواب وكانوا وزراء فجأة صاروا وكانوا هدا وصاروا انه هلأ ثورة وبيرجعوا محل تاني بكرة بيصيروا موالات ونحن المعارضة. سو ما في ما في نقبضة بدك بلتش from scratch. ما بقدر. ليه فتت على النيابة وترشحت وقبلت تضلك معهم لسنين خي اذا انت ضدهم وعم بتحارب معارضة فل ليه هلأ فليت واعي صار عنده انه ليه هلأ فليت ايه وزا كنت وزير شو عم تعمل هون؟ مش عم نسمي بس كنا بنعرف مين عم نحكي. نواب ووزراء. ايه. نواب ووزراء. ايه. انه انت كيف عملت نايب؟ او انت كيف كان عملت نايبة؟ او انت كيف عملت وزير حبيبي؟ هلأ ليه هلأ وعد ضمير فيك؟ من سنتين ما وعد ضمير فيك لما كنت نايب ولا لما كنت وزير؟ لانه شفت هلأ بقى انت السفينة عم بتهر قلت يلا بركب الموجة. ميمي. عرفت؟ فكل واحد كان موجود بالعمل السياسي ومنخرط بالعمل السياسي وركب على ظهر السياسيين الموجودين بالبلد وفات معهم باللوائح وعمل اللي بدك اياه وعمل سبعة ودمتها ظهر هلأ انا ما بقبضه. انا بدي هالجيل الجديد اللي عن جد نضيف ما عنده شيء اسمه طائفية عنده شيء اسمه لبنان. بس كم داي هارد موجود هلأ بالبلد من هول طلاب الجامعة من النوابغ اللي بتجيبيهم بيحكموا بلد بدهم بس the right structure بس مع أشخاص عن جد بيفهموا بحب بلدهم وا 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 تقلي لي فيه مثلا دكتور نجاة صليبة من أهم دكتورز بالبيئة. طب انعرض عليها وزارة البيئة ورفضت ما بحياتها كانت محزبة. هاي you can take تاخد استفيدوا منها هالجيل الجديد وقودوا بعدين انتو. سو مش هيك انا كل اللي عم في خوف في خوف ما هي حسيت انه في خوف لانه ما كتير بدك ترجع تفوت فيها لانه ما بدك ترجع تزعل. مش بس ازعل لانه في اشخاص عم بيركبوا الموجة وهن عم يطلعوا بيحكوا بهيدا الموضوع وهن صاروا الماجوريتي لانه صاروا الماجوريتي ولا الصوت اعلام الفاسد بيعطيهم صوتهم دفنتلي الاعلام الفاسد عم يدويلهم تعا حبيبي بطلع احكي وانا بدي احكي ثورة ومكافحة وفساد وحبيبي وسنينك وينه ما كنت بالسلطة. بس انت ما بتعتقد ان الاعلام التقليدي هو عطى مثل ما كنت عم تقول المنصة لهول الاشخاص
اليوجوال سسبكتس مثل ما بنسميهم يرجعوا يطلعوا، لانه كل وقت عم بيبينوا على الشاشه وما عم بيعطوا ولا صوت لهيدي المعارضه اللي عن جد ثوريه، من الطلاب ومنهم الاحزاب التغييريه، الاحزاب مش انه اللي عم يجربوا يركبوا الموجه، الاحزاب اللي عندهم برنامج سياسي كومبريهنسيف مثل الخلق اللي ناطرين بس الانتخابات كرمال يطلعوا، لعب دور كبير. يعني هيدي هي المشكله، انه احنا بنشوف على التيفيات بس هول كم رائع بيطلعوا مثل العادي وبيحكوا، نحن بنقول انه طب وين الماجوريتي على اساس نحن كنا ما بتشوف ال شو بتحس حالك يو ذا ماينوريتي يا حبيبي، لانه هن ليضلوا خلقين البلاتفورم تبعيتهم، هن الاعلام ليضلوا عاملين بروباغندا من وراها، بروباغندا على الاخر بدهم يطلعوا اشخاص، مش بس هيك بدهم يطلعوا اشخاص يعني ضلت حارب بعضها، هن التارجت تبعهم طلع انا فلان اليوم جمعة الجاية وخليهم يتخانقوا مع بعض، انا عملت فيو عالي عندي على الـ على الـ اليوم بحلقتي، هذا التارجت بس، طلعت معين ولا طلعت فلان ولا طلعت من تشرين ولا طلعت هول الاشخاص عم يشتغلوا على الارض ومحمسين وهيدا وحكينا وحكينا هيدا ما فيها. ليه؟ لانه الشعب اللبناني بيعرف، بس هولي لما يشوفوا فلان ونايب ونايب عم بيعلقوا مع بعض على البلاتفورم وبعدنا عم نطلع الأحزاب كلها ليتخانقوا مع بعض ويحكوا، بتقلي الماجوريتي، بقلك الماجوريتي الأحزاب هلأ، بس بعدين انت يا أعلام يا فاسد، انت إذا عم تحكي باسم الحق وعم تحكي بتطلع بتعمل خطابات لعشر دقايق قبل الحلقة وبتقول وبتحكي، ليه ما عم بتبلش تعمل اويرنس انت على الجيل الجديد؟ ليه ما عم تطلع بتطلع هيدا الجيل الجديد تقول هولي هن اللي بده يحكموا، هولي نحن بدنا نضوي عليهم، انتو يا زبالة قعدوا بالبيوت ممنوع حدا منكم يطلع على الاعلام، هيك مفروض يكون، ويبلش العالم كله يشوفوا هول الصغار اللي عندهم اللي عندهم طاقة وعندهم فيجن. طلع انت جيب هلا من اهم جامعات ما في علوم سياسيه، ما في دكاترة، ما في ناس تفهم بالسياسة قدي وقد جد 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 جدي وعندها كفاءة، طلعها ما حيصلتوا ده. شو بيعملوا انستاد؟ بيفختوا بالشعب اللبناني أكيد، بيفختوا بالشعب، بيسمون كل وقت نحكي هيدا بالسردة بس بيسمون مجرمين، وقتها بينزل واحد كرمال يفتح محله كرمال يطلع لقيت عايشه وفي كورونا بيرجعوا بيتهموا ثوار بطرابلس مثل الإرهابيين، هي كلها سياسة تخوين، لأنه كورونا بس بلبنان، بالعالم ما في كورونا، بدبي ما في كورونا، بمصر ما في كورونا، بتركيا ما في كورونا، هولي ما في كورونا، بس بلبنان في كورونا، مش معقول. روح حط قوانين يا حبيبي مزبوطة وجيب فاكسان مزبوط، صار بدبي صار عم هلأ هون عم بيصنعوا الفاكسان، ايه مزبوط، وانت وين بعدك ب 30,000 مبسوط ب 30,000 ابره جبتها على لبنان؟ ايه وهوليك الاحزاب عم بي عم بيوزعون عم بيوزعون ايه شركات حبيبتي عم تشتري ال 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 الابره ب 40 دولار ليطعموا موظفينا، وهذا الاحزاب يلي عم بيعملوا الفاكسين لل زبائنيه كلهم ايه كله ما في السياسيين كلها عملت ليكي لتكون عارفانه وعلى بمضيع على بياض كل الكبار السياسية والعادية والهيدا كله ظهر مصرياته اه ايه اكيد كله. اكيد اوعى تفكري في واحد اكل وبيطلع بيقول مصرياتنا بالبنك كل خرا مصرياتك ظهرتها صح كلكم وقرايبينكم وبعدهم ظهرت مصريات وبعدهم عم بيظهرون مش انه وقفت ايه ما في كابيتال كنترول شيء قرار رسمي طلع على البنوك كله كذب وبيجيهم دعم أكتر من اللي ظهروهم ليضروا عم بي عرفتي ينقروا بالشعب اللبناني هلأ عدي على الدعم اللي بده يجي هلأ وين إذا كانت الدول عم تدعمك كحزب ب سايبي 5 مليون دولار قبل لتقود الفيجن تبعيتها هلأ بتكلفي 500,000 سو هلأ وفرت على البلد البرة وفرت على القطاع على ال الجبهة التانية اللي عم تدعمك انت كتير طب فادي انت يعني on one end كنت عم بتقول الوضع الاقليمي البلدان السبونسورز اذا بدك كل واحد بيعمل سبونسور لطرف معين بذات الوقت
انه من الفرستريشن تبعيتك لانه صار حقك انت تعصب، وكنت عم تخبرنا كمان من قبل شو صار بالبزنس تبعولك بعد 4 أب، قلت انه كمان الشعب اللبناني فاسد، لانه هلا اكيد فاسد الفاسدين هن الطبقه السياسية، بس كمان الشعب اللبناني فاسد. بس بذات الوقت عم تحكي كيف عندك جيل مثل ما هو في غير لبنان ونحن لازم نسانده، صح؟ طب فول سيركل لكان، وبعتقد وصلنا لاخر السرد، هلا تعتقد في امل بهول الشباب؟ اكيد هن الامل، ما في عن انتبه، the only hope we have. عم تحكي انت من 14-15 سنة ل ماكسيموم 27-28 سنة، غير عم بقلك اللي نحن عنا اياها هيدي الوجهة، هو هذا الجيل، هذا الطبقة لازم نحافظ عليه، الطلاب اللي بعده عم بشوف هو تخرج وما عنده محل يروح عليه، هذا البارت، هذا هو البارت الوحيد اللي بخلصك، هذا خلاصك بالبلد. اوعى تفكر لا البترول ولا الدول ولا اقتصادك الصفر ولا التصدير اللي ما بتصدر شيء وبستورد نمبر 1 انت البلد العالم، هولي كلهم ماشي. انت كنزك هو هول الجيل الجديد، بس تبني عليهم مظبوط، وبعدين لكل حادث حديث، بس ابني عليهم مظبوط. لو بدك تحط لبنان تراب ترجع وتبنيها من جديد، بس خليهم هول موجودين، لانه هيدا القلعة الوحيد اللي انت فيك تعتمد عليها بلبنان، الجيل الجديد والاويرنس، الاويرنس الاويرنس، ليضلوا عارفين انه المذهبيه والطائفيه والمحاصصه هيدي كلها وصلت البلد للدمار، وما في غيركم انتم بتقدروا تبنوها. نفس الجمل لازم تنقال للكل، ونضلنا بتايتل واحد بس ما في غيره، لا نروح على الاحزاب ولا نروح على فايتنج كوربشن، بس خلينا نحن بدنا نحارب هيدا الفساد. مين فاسد بدنا نحاربه؟ فايتنج كوربشن وبيلدينج اون ذا نيو جينيريشن، هيدول هن اللي بدنا اياهم نحن. خلي هذا الاولاد، لانه فايتنج كوربشن بتروح بصياغ متشعب كثير كثير براد، يعني سياسي اقتصادي اجتماعي قضائي، سو بتطال الكل يعني. وهول الجيل الجديد، ما في غير الطلاب 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 اللي شفنا بصمتهم بانتخابات الجامعات، هيدي تعمل القلب هالقد. وإذا نجحوا ترجع لبنان؟ أكيد أنا بلبنان ما تركت، نحنا يعني ترجع بتعيش بلبنان؟ أكيد، هيك ما في حدا بحبي. أنا أعطيتك قبل إكزامبل كتير صغير، أنا مثل السمكة اللي بلا مي، هلأ مثل السمكة اللي بلا مي، لو شو ما بدي يكون مبسوط وعايش وشغلي والواتسو أفر، خلاص بلدي، بس إلا إذا ضلينا نحن من ما هو عليه، لأنه في عندي أولاد، في عندي حياتهم، في عندي مستقبلهم، بس ما في حدا ما بيرجع بلده. لك الدنيا كلها بتترك الدنيا كلها وبترجع على لبنان، لك نحن لما كنا بالزبالة، مش زبالة كانت عم تاكلنا قبل الثورة، إيه؟ ما في زبالة كانت عم تاكلنا، إيه من 2015 ظهر برا البلد، وكنا بزبالة نطلع على فريا وننزل على البحر ونتشمس ونطلع نتعشى ونتغدى وضحكتنا لهون، وكنا عم نشوف انه البلد رايحة للتدهور، عرفتي؟ بالزبالة ونزلت بالعالم كله النهر قديه كان معبى، سو ما تركنا لانه ما بدنا نترك. بس اخر شيء في محل راحت بيروت نصفت وشفنا دينايل، بدك تبني على الجيل الجديد. تاجر حبيبي شكرا على السردي حبيبي، بلاجر.